السلام عليكم الأصدقاء والصديقات، معكم خوكم عزيز. فيديو جديد، الفيديو تاع اليوم غادي يكون قصير شوية، غادي غير باش نحقش بزاف تاع الناس في لي كومونتير صيفطوا لي باللي عندهم بروبليم باش يتأونجستراو باش يديروا ديك لانسكريبسيون، لحقاش داك الشيء ما كيتحلش، داك لو ليان كيحاولوا باش يحلوا لاباج ما كيتحلش، عندهم بروبليم. مهم انا جو سي بو خصكم تشوفوا في لي، انا صيفطوا لي اليوم واحد الايميل ديك القضيه تاع نوفو برونزويك، صيفطوا لي واحد الايميل واحد الكوريال كيقولوا فيه وسيرمون حتى نتوما الناس اللي عندهم بروبليم، لحقاش هاد الايامات راه عندهم بروبليم كيما غادي نوري لكم في الفيديو. قال لك نو سوم ديزولي دو فوز انونسي كو فوتر سيستيم كو نوتر سيستيم دو جيستيون دي انسكريبسيون او فوروم ديستيناسيون اكادي كوني بريزونتومون ان بروبليم تكنيك، عندهم بروبليم تكنيك مع لو سيت انترنت. الوغ كيقول لك نو فوز انفيتون ا ريبروندر، يعني خصكم تحاولوا تسجلوا mais pas tout de suite. Votre inscription et complétez votre demande de participation à partir de vendredi. Nes li qablouhom la première fois ou saftolhom dak le lien dak la saftolhom واحد le message ou dak chi ma bghach yitḥel al khout. Ra nas aafin nas li saftolhom dak chi ma bghach yitḥelhom dik la page ma bghach tftah خصهم غادي يبدا، لحقاش دابا عندهم بروبليم في لو سيت انترنت ديالهم، في لو سيت ديالهم خصكم تحاولوا. قال لك ابارتيغ دو فوندردي 19، يعني ابتداء من الجمعه الجايه لو 19 ابريل 2019 في لو سوار، حاولوا تسجلوا تحلوا داك لو ليان او بلو تار، يعني اخر اجل دايرينو لحقاش مددوا داك الشيء حتى لو 22 ابريل، يعني حتى 22 ابريل. ما بداو حاولوا تقيدوا ديك لانسكريبسيون ديالكم 19 لو سوار، وعندكم الاجل اخر اجل حتى 22 ابريل، يعني كاع الويكاند الجاي السيمانه الجمعه السبت والحد وحتى الاثنين تقدوا تسجلوا الخوت، غادي يكونوا عاودوا داك صاوبوا داك السيستم ديالهم يكون تصاوب يعني حتى الاثنين لو ماتان كما كتشوفوا لو لاندي 22 افريل 2019 لو ماتان. الى وصلكم بحال هاد الايميل الخوص راه عندكم عاد باقي لكم ليسبوار انكم ديروا لانسكريبسيون في هاد الملتقى هذا تاع التشغيل اللي غادي يكون في كازا بلانكا. المهم الخوت هذا هادشي ما كان، غير بغيت ندير هاد الفيديو باش لحقاش باش نجاوب كل واحد على حده في لي كومونتير غادي تجي طويله. الوغ غادي هذا الفيديو هذا سجلته غير باش نبين لكم ونفسر لكم هذه القضيه هذه باللي عندهم بروبليم بروبليم تكنيك في لو سيت انترنت ديالهم. وبغيت نقول لكم باللي شوفوا في بلات او ماي ديالكم اللي عطيتو لهم في الاول، شوفوا غادي يوصلكم بحال هذا الميساج هذا، وحاولوا من بعد حاولوا تحلوا داك اللي وصلهم داك ديك لاتر في لا بواط ايميل ديالكم اللي وصلكم، حاولوا تحلوه من بعد عطني ابارتي دو فوندردي سوار، حاولوا تحلوه باش تقيدوا باش تكملوا لانسكريبسيون ديالكم الخوت والخواتات. المهم هذا الشيء ما كان الخوت. وواحد القضيه اخرى لاحظت باللي بزاف تاع الناس تفرجوا في الفيديو مزيان، اخر فيديو حطيته على هذه القضيه تاع لاكادي تاع النوفو برونزويك، يعني واحد فايت 10000 واحد اللي تفرجوا، بصح غير 600 وشي حاجه اللي داروا لايك. المهم انا كنت كنتمنى انها توصل 1000 لايك، المهم انا غير باش تحفزوني وتشجعوني. وفي نفس الاطار الخوت، في نفس الاطار راه غادي نحط لكم واحد الفيديو اخر على التشغيل بعدا، ما نقول لكم شو شنو كاين، ملي غادي نحط لكم فيديو عما قريب راني كنوجد فيه، حتى هو غادي يكون في المغرب، غادي يكون في المغرب وغادي يكون في تونس، اون جورني في المغرب اون جورني في تونس. الوغ المهم نتمنى 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 تشجعوني وتحفزوني، لاني كندير هذا الشيء كندير واحد المجهود، ومهم كنحاول نجيب لكم لافورماسيون فريش
المهم الور نتمنى تشجعوني بلي لايك وبالبارتاج، والمهم الناس اللي مازال ما تشاركتش في القناة تشترك وتفعل داك الجرس باش يوصلكم لي نوتيفيكاسيون. يلا الخوت، نتمنى هاد الفيديو هذا يفيدكم وفو با بيردر اسبوار. المهم ديما الجديد، يلا تهلاو في ريوسكم وبالسلامة.